التحدي بقى، القدرة على التحدي، ان انت تعمل تبتدي تاني تسترجع طلعت زكريا وتبتدي تبقى عايز تشتغل وامي تشتغل وكل ايه بقى. كان يعني في عز ده، في عز الازمات والالام اللي انا كنت فيها دي، كان عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيرجعني تاني. مش عارف ليه، يعني ما كانش حد ابدا يشوفني يقول ان انا ممكن ارجع، مش ارجع امثل، ارجع اعيش. ما حدش كان متخيل الحكايه دي، بس انا كان في يقين جوايا ان انا هبقى كويس. منين جاي اليقين ده؟ لان انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيعمل كده في حد ده مش بلاء، مش بلاء، العاية مش بلاء، دي قرصة ودن. فقعدت افكر وانا على السرير في المستشفى، قرصة ودن، طب اشمعنى انا ويجي لي الفيروس ده اللي بيجي لواحد في المليون؟ ايوه، الفيروس اللي كان عندي اسمه جوليان بيري، ده بيجي لواحد في المليون، في كل مليون بني ادم واحد اختارنا انا من وسط مليون. فقعدت افكر، لقيت نفسي كنت رايح في حته وحشه. بعد ما عملت فيلم حاحة وتفاحة اسمه كده، انهالت عليا العروض وبقت الفلوس تترمى قدامي، يجوا منتجين يسيبوا فلوس ويمشوا. فابتدى الغرور شويه، احساس الغرور يركبني شويه، ابتديت افكر في حاجات مش حلوه ما ينفعش حد يفكر فيها، وكنت ماشي فيها، كنت خلاص ماشي فيها، عايش حياتي. البيت لاحظوا الحكايه؟ البيت لاحظتوا يا امي ان هو ابتدى؟ لا 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 خالص، يعني لا لا، هم معاهم حاجه تانية، انما بره في حياتي انا الخاصه ماشي بكل شيء ممكن تسميه خاطئ في الحياه. فلوس معايا كتير جدا، معايا حاجات، ناس بتشاور عليا، حاحة اهو، حاحة اهو، منتهى السعادة. فعمال اخبط في الدنيا، فجت القرصة دي، لا اصحى بقى، لان هو ده ربنا اللي عمل فيك كده. ايوه، اللي خلاك تبقى حاحة، صحيح، وخلاك ناس تجيب لك فلوس وتمشي، وتسيب فلوس وتمشي، ده ربنا اللي عمل فيك طبعا كده. وبعد كده تبقى اها، انت ناوي بقى بعد كده هتبقى انت ناوي بقى بالكرم اللي ادوه لك ربنا ده تبوظ الدنيا؟ لا، خد بس دي. بس جميل اللي يغلط ويعترف بغلطه طبعا، ويقوي ايمانه بربنا وعلاقته بربنا ويتوب او يرجع. طبعا يرجع عشان يبتدي من اول وجديد. انا عمري في حياتي في اثناء المرض في الثلاث سنين دول، في مريض تلاقيه نايم في المستشفى بيقول ليه يا رب كده؟ ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ والنبي يا رب ليه انا؟ اشمعنى انا؟ في ناس كتير قوي بتقول كده. انا عمري ما قلت ليه يا رب اشمعنى انا؟ لان انا عارف ان ده منه هو. بس كان عندي إيه؟ يقين ان انا كنت بتقول ايه ده؟ ما كنتش بقول حاجه، كنت ساكت. كنت اقرا قران في بعض الاحيان، يبقى حاطين تلفزيون قدامي في قران او في دروس دينية، ما خلاص واحد بيودع ومسلم أمر لله تماما. يجوا بالليل عصابات من الدكاترة تخش تاخد من ظهري حقنة للنخاع، يعملوا عصابة عشان ما أحسش بألم الحقنة بالليل. أطنش ما خافش. ده بعد ما صحيت؟ بعد ما صحيت، أثناء بقى فترة المرض. فأنا عايز أقول بقى بالمناسبة، ومناسبة حلقتك الجميلة دي وبرنامجك الجميل اللي كل مصر بتتفرج عليه، والنبي يا جماعه اللي بيعيا ما ييأس، ما ييأس، خلي عندك امل ان ربنا عايش فيك. ده هو ربنا، ده هو اللي خلقنا، ده احنا ولاده، وربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. لا، ما عندوش حاجه وحشه، عمر ربنا ما بيعمل حاجه وحشه ولا بيأذي بني ادم، احنا اللي بنأذي نفسنا. مظبوط مظبوط، والله احنا اللي بنأذي نفسنا. أيوة. ربنا ده جميل وحنين، حتى في ديننا ما بيرهبناش، في ناس هي اللي بترهبنا. أيوة. انما ديننا ما فيهوش ارهاب، ديننا جميل. فاللي يعيا يسمع كلام الدكاتره ويجتهد وما ييأس، ويحط امله في ربنا ويقول يا رب. كلمه يا رب بس دي بتتهزلها
الدنيا صحيح. كلها واكيد صحيح. دعوه الانسان المريض ده بتبقى اقرب من دعوه الانسان العادي لانه مبتلى من الخالق سبحانه وتعالى. فانا مش عايز حد لكل اللي بيشوفونا دلوقتي محدش يستسلم محدش يقول لا ده انا بودع ده انا عايزه يعني في الاخر تقول لي ده بس قبل ما قبل ما نسمع كلامك الحلو انا عايز اعرف من امي اخدتي درس من المرض بتاع الوالد ازاي طلعتي بايه غير ان انت واظبتي على الصلاه زي يعني انت دخلتي دلوقتي بتمثلي هزود على كلام بابا الصبر الصبر يعني انتوا كنتوا عيله صبوره جدا وكنتوا قد التحدي لان ده تحدي الحمد لله مواجهه المرض ده تحدي جدا وبالذات يعني بالاخص عمر اخويا لان عمر كان يدخل لبابا جوه يدخل يبقى جوه منهار عنده من العياط ومنهار منهار فيطلع قدامي انا وماما والله يبقى كويس والله ما فيش حاجه هو كويس هو يعني بيطلع قدامنا شخص تاني واحنا عارفين ان هو يبقى معيط وعارفين ان هو بيبقى بس هو لا يعني عمر برده زي بابا كده شويه في حته ان هو يبقى كتوم او يبقى صبور او يبقى فالحمد لله يعني وكمان مره الدكتور بيقول لبابا منعين عنه المايه كانش ينفع ان هو يشرب مايه خالص المايه كانت ممنوعه في وقت من الاوقات فبابا انا عايز اشرب طب هو الدكتور قال مش عارف ايه انا عايز اشرب وفضل مصمم وفعلا جبنا له ميه لو ربنا عايزني هياخدني يعني هو ماشي بالمبدا ده وشرب ميه فعلا وشرب ميه انا كنت لما بعطش بيجيبوا لي سبراي ميه سبراي احطه على الشفايف بس عشان احس بطعم الميه فلما ابتديت اتحسن شويه وابتدوا يعملوا لي علاج طبيعي لان كان في شلل في كل اجزاء الجسم فابتديت اعمل علاج طبيعي ممنوع من الاكل ومن الميه خالص فعطشان انا انسان بنادم عطشان فقاعد في اوضتي في المستشفى لوحدي وقدامي ازازه ميه من بعيد كده لتر من الكبيره دي عماله تغازلني يعني عماله تبص لي وانا عماله ابص لها على ازازه الميه بس انا عارف ان انا لو شربت منها هموت الدكاتره اللي قالوا كده رحت متعكز وقايم ماسك الازازه في ايدي وقلت يا رب انت عدتني من حاجات كتير قوي وانا عبدك وعطشان هشرب لو عايز تاخدني خدني مش هبقى زعلان لو عايز تسيبني سيبني مسكت لتر الميه شربته كله وقاعد مستني ان السر الالهي يطلع لا 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 والله العظيم قاعد مستني ومحدش معايا دمه خفيف حتى هو عيان قاعد مستني اللي كان معايا عصام مدير اعمالي وانا في الوقت ده طلعته بره عشان ما يشوفنيش لان هو متوصي ان انا ما اشربش او اكل ايوه قال له الاستاذ هيموت لو شرب او كل ورحت شارب الازازه شارب الازازه وقعدت قعدت خمس دقايق عدت انا عايش عشرة انا عايش ساعه انا عايش طب اعمل ايه بقى تفاصيل البني ادم اكل طلبت شوربه كمان شرب ما انا نسيت طعم الاكل والميه نسيت طعمها قلت طالما عدت دي ممكن عدى الاكل اكيد هتعدي الشوربه ايوه وكلت الشوربه وقعدت استنى بقى ايوه وقعد مستني السر الالهي مفيش بعد نص ساعه دخل الدكتور بيكشف فلقى طبق الشوربه قدامي وازازه الميه فاضيه قال لي انت شربت شوربه وكل قلت له قال لي مبروك انت خفيت استاذ طلعت زكريا انا مبسوطه جدا ان انا شفتك وانا والله وبتكلم معاك وجبت معاك القطعه من حياتك الحلوه الحته دي الجميله ومش عايزه اقول التعبيرات بتاعه الشباب اصل هي مش عارفه ايه هم اللي بيقولوا مش انا فانا فرحانه ان شفتك ربنا يخليك وحابه اقول لك ان انا بالفعل تشرفنا انا جيت لبيت النداء فورا لان انا عارف ان انا هقعد مع نجوى ابراهيم يا رب خليك شكرا جدا